إخوان هذا اللي نحتاجه ترى. إحنا محتاجين نجتمع، محتاجين نتقارب، محتاجين نجلس مع بعض نذكر الله، نعظم الله سبحانه وتعالى. أنا أقسم بالله العظيم وأنا أحسن الظن بالله أن الله عز وجل ما جمعنا في هذه الليلة العظيمة وما جمعنا في هذا الشهر قبل شهر رمضان بأيام إلا الله عز وجل يهيئنا لأمر عظيم. ترى الله جابك اليوم قاعد يهيئك ويجهزك لأمر عظيم. فما هو هذا الأمر؟ قد يكون الله عز وجل أحضرني وأحضرك وأجلسني وأجلسك من أجل أن يهيئني ويهيئك ويجعلني وإياك من أوليائه. أولياء الله عز وجل لشلهم عند الله. واحد أصبح الليلة تائب، واحد اليوم تغير مع الله، واحد كتبها الله عز وجل من هذا المجلس من أولياء الله، إيش راح يكون مصيره؟ إيش له من كرامات؟ إيش له من فضائل؟ إيش له من بشائر؟ إيش له من خير ينتظر في الدنيا قبل الآخرة؟ ألا إن أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. بس أصبح ولي لله له بشرى في الدنيا وله جنة في الآخرة، ما في غيرها. بل شيخ نايف، يحيي الله سبحانه وتعالى حياة طيبة في الدنيا، يحيى حياة طيبة، يعني يعيش مستانس مطمئن مرتاح ولو كان ما عنده في جيبه ريال واحد. الله أكبر. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفر وتاب، إيش الثمرة؟ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. أصدق بعد الآية هذه عرفت ليش التايب يرتاح، ليش التايب ينبسط، ليش الإنسان لما يتغير مع الله ويرجع إلى الله يعيش حياة مطمئنة بعد هذه الآية. وأن استغفروا ربكم، عيدها بالله، خلينا نستشعرها. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفر وتاب. يمتعكم متاعا حسنا، لا إله إلا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عذاب عليكم عذاب يوم كبير. أنا اللي أعرفه، واسمح لي، أنا اللي أعرف عن أخويا منصور بعد فضل الله عز وجل عليه أنه أصبح إمام مسجد وأصبح داعي إلى الله، أنه قبل 11 سنة حضر جلسة مثل هذه الجلسة وسمع آيتين غيرت حياته. ممكن نعرف هذه الآيتين اللي غيرت منصور وأخرجت منصور من الظلمات إلى النور؟ طيب أحبتي، أنا كنت في جلسة زي هذه الجلسة وفرش أحمر زي هذا الفرش، الله أكبر، وسمعت آيات من صوت جميل من أحد القراء قرأ آيات أحبتي في الله، لامست حياتي اللي أنا أعيشها. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أخرجتك ونورت قلبك ونورت حياتك، وإن شاء الله تنور قلبي وقلوب أخواني كلهم. هذه هي الحياة،
هذا الشيء اللي احنا محتاجينه.